كمان شفنا في المزرعة البحثية التحسين الوراثي للماعز الزرايبي بتلقيحها بسائل منوي من سلالة البور، وتشخيص الحمل المبكر في حيوانات المزرعة المختلفة في عمر مبكر 21 يوم، وده باستخدام السونار. كمان تشخيص التخلفات التناسلية باستخدام الأشعة التشخيصية واستخدام جهاز منظار البطن المحمول لإجراء التلقيح الاصطناعي في الأغنام والماعز. الدكتور محمد البالة رئيس وحدة الأشعة والمناظير بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. إحنا النهاردة شاهدنا تجربة لعملية السونار، اشرح لنا بقى بيتم إزاي السونار. الحقيقة الموجات فوق الصوتية لها استخدامات كثيرة في مجال تناسل الحيوان، منها حيوانات المزرعة زي الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل، وفي الخيول وفي الحيوانات المنزلية. أكثر استخدام عندنا في المعهد في وحدة الأشعة التشخيصية والمناظير بيكون في الاستخدامات التناسلية، يعني في الأبقار بنحدد بيه موعد المناسب لعملية التلقيح الصناعي، خاصة لو أنا بستخدم سائل منوي مجنس لإنتاج كمية أعداد كبيرة من الإناث. كذلك الأمر في تشخيص الحمل في الأبقار وتحديد جنس الجنين، تحديد التوائم، تحديد الحمل بدقة في الأعمار بتاعته ومشاكل الحمل زي النفوء الجنيني المبكر أو المتأخر. كذلك الأمر برضو في تشخيص الحمل في حيوانات المزرعة زي الأغنام والماعز وتحديد التوائم، علشان لازم نعمل رعاية تغذوية للأغنام اللي بتحمل في أكبر في أكتر من جنين، علشان ما يحصلش مشاكل نتيجة الميتابوليك ديس أوردرز أو المشاكل المتعلقة بنقص التغذية. كذلك في الخيول بنستخدمه في تشخيص الحمل، في تحديد التوائم والتخلص من التوائم، كمان لو في عندي توأم في الخيل لأنه بيختلف عن حيوانات المزرعة لازم نتخلص من أحد التوائم قبل ما يحصل إجهاض.